مرحبا بكم متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، اهلا وسهلا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة اسفي. اعلنت وزارة الصحة قبل قليل من يومه الاربعاء عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الى 37 حالة، بالإضافة إلى شفاء حالتين، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 26 حالة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت صباح اليوم عن تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة 8 من صباح يومه الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 638 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب www.covid.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2561 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بالقواعد والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. لنا الإخوان غادرنا إلى دار البقاء 37 حالة، 37 مصاب، وفاتهم المنية، الله يرحمهم والله يرزق داويهم الصبر، الله يحفظ محبتهم صبر إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله تشافى 26 مريض مصاب فيروس كورونا المستجد، الحمد لله راهما تشافى وتعافوا. وصلنا الإخوان 638 حالة، نطلبهم الله سبحانه وتعالى العافية والمغفرة و... لله ما أعطى ولله ما أخذ. حدود الساعة الإخوان بقي ما تكلارت تشي حالة في مدينة أسفي إلى حدود العلم ديالي، حالات الصباح حدود الساعة بقي ما تكلارت تشي حالة في مدينة أسفي. إخوان أنتم كتشوفوا المؤشرات، كتشوفوا الأعداد، كتشوفوا نسبة الوفيات، إنسان العاقل راه غادي يريح في دارو، إلا ما ريح في دارو راه خاصنا نخلوه يريح في دارو، أنا كاملين كمغاربة خاصنا نخلوه. مجهودات مبذولة 24 ساعة على 24 ساعة مطورة في مجموعة ديال الجهات، القطاع الصحي، القطاع الداخلية، رجال الأمن، رجال الدرك، القيادة المدنية، مجتمع مدني، كل شيء خدام باش ندوز هاد الأزمة. إخوان خاصنا نكونوا متحدين، خاصنا نكونوا الإخوان متحدين وقادرين أننا نديباسيو هاد المرحلة هادي. خاصنا نتحدوا يد في يد باش نقدروا ندوزوا هاد الشيء الآخر. نظروا اليوم على 638 حالة، 638 هذا شيء عدد اللي هو بسيط. الحمد لله تشافوا 26 واحد، الحمد لله. لكن في نفس الوقت راه غادر انا 37 حالة، 37 أسرة فقدات الأحباء ديالها والأصدقاء ديالها والزملاء ديالها، الله يعبر ربي يعوض محبتهم صبر. هذا مؤشر الإخوان على أننا خاصنا نزيدوا نلتزموا ونزيدوا نضابطوا الإخوان بالمنازل ديالهم. أمين خويا، تحياتي أخويا، شكرا لك أخويا بزاف والله أخويا. ما نبداو نشكو عليكم، لكن راه فينا كاينين مجهودات اخويا، القناة راه خدامين باش نبقاو قرابين ليكم، فقط غير باش تبقاو نتوما في ديوركم، حنا نجيبو لكم اخبار، حنا نعطيكم الوصف، حنا نديرو لكم كلشي، ماشي مشكل، غير نتوما بقاو في حالتكم في ديوركم، هذا هو المهم عندنا.
أتمنى أننا نسمع أخبار مفرحة. أتمنى أننا نسمع أخبار مفرحة. لا لي سيكتور هنا في اسفي كاين نوعا ما كاين انضباط، كاين انضباط كبير، كاين التزام ديال المواطنين، كاين عمل جبار كتقوم به العناصر ديال الامن، السلطه المحليه، كل شيء كيقوم به. اللي كتشوفوا بعض المرات التجليات ديالو من خلال اللايفات اللي كنقوموا بهم، كتشوفوا السلام عليكم الله يعاونكم، كتشوفوا التجليات ديالو في ارض الواقع. فهمتيني مدينه الحمد لله الحدود الساعه، كنهضر معكم من مدينه اسفي، حدود الساعه باقا صفر حاله الى حدود الساعه، باقي ما تاكدت شي حاله في مدينه اسفي. اذا هو مجهود جبار كيقوموا به مجموعه ديال الناس 24 ساعه على 24 ساعه. الناس ما كتنعش، افواج داخله افواج خارجه، الناس ما كتنعش، كل شيء خدام على قدمه وساق من اجل انجاح المرور بهذه المدينه هذه للبر الاعلى. ثاني في نفس السياق ان المغرب كامل غادي في نفس الاتجاه، غادي في ظلم مدينه على مدينه، ولكن الحمد لله غير الناس خاصهم يزيدوا يلتزموا المنازل ديالهم هنا في مدينه اسي باش تقدر تدوز هذه المرحله على خير. باش تقدر تدوز هذه المرحله على خير خاص الناس يلتزموا المنازل ديالهم باش تبقى الحصيله عندهم هنا في مدينه اسفي سفر على حدته على مدينه اسفي. فهمتيني هذا الشيء اللي كنتمناو الساكنه ديالها والساكنه ديال المغرب كامله. ان شاء الله حتى هما نسمعوا اخبار جد مفرحه وان الامور غدا مزيان. حتى واحد فينا ما غيكون فرحان الا سمع شي واحد من عائلته ولا هو نيت صاب، ما قصد عن غير قصد، خصنا نكونوا متحدين، خصنا نكونوا متحدين الاخوان باش نقدروا ندوزوا هذه المرحله هذه. خصو يكون الاتحاد الاخوان. شكرا لكم متابعي ومتابعات قناه شوف تي في على هذا البث المباشر اللي عطينا فيكم الحصيله ديال ارتفاع عدد المصابين 630 حاله، نظرا لضع البقاء 830 مصاب، تشافوا الحمد لله بنعمتي 26 حاله. دمتم في رعايه الله الى لايف قادم.